اهلا وسهلا بكم في صبريار. السلاله الجديده نتاع الكورونا جات لتونس يا جماعه. اي وصلت نهار الجمعه المطاري. ما قال لك في اطار الدبلوماسيه التجاريه كل سلاله جديده يبعثوا لنا. قال لك مسافر افريقي جاي من تركيا جاب معاه الاوميكرون. اي مسافر تعدى على المطار جاب زوز فليجات اوميكرون، سرقوا له زوز فليجات وخلوا له اوميكرون. قال لك الراجل سالوه في المطار وقفوه قالوا له ايش جاي من تركيا عاد انت؟ جبت معاك من تركيا؟ قال لهم شيق شويه لبسه وشويه حلقوم اوميكرون. علاه؟ قالوا له جاب ميكرون معاك. علاه؟ ما عندناش في تونس ناقصين نحن غزو السلع التركيه حتى ميكرون تجيبها لنا من تركيا. لا قال مش ميكرون، هذه جبت اوميكرون. اي قالوا الاوميكرون هذه ما عندناش في تونس، جي فيها من تركيا. قالوا الحق ما عندكمش، اما طول عندكم الاوميكرون جات يا شعب. حتى وزير الصحة كلموه قالوا له يا مبروك انزادت لك سلالة. قال قلم الوزير أنا من اللي سمعت الرئيس يحكي على مقاربة جديدة عرفت باش تجينا السلالة الجديدة. حتى قيس سعيد قالوا له سيد رئيس روجانا المتحور الجديد متاع الكورونا. قلم خطر دهم آخر ذي على البلاد. ما لازيدوا مدوا في الإجراءات الاستثنائية العام 2025. يا سيد رئيس قالوا له ماكش تعمل انتخابات؟ قال لهم أنا بنعمل انتخابات كما الشعب يوصل للجرعة السابعة. كل شيء للخطر الدهم. قال لهم أما عشرة تولينا مع السلالات الحق. يعني بعد الكورونا جينا الالفا، من بعد الالفا جاتنا البيتا، من بعد البيتا جاتنا الجاما، ومن بعد دخلتوا قالك الالفا والبيتا والجاما وعملوا الترويكا كي سموها الدلتا، تو بعد الدلتا جاتنا الاوميكرون. حتى الكوفيد قد به الكوفيد. الكوفيد قال الدوله الوحيده اللي كل من جهه بسلاله جديده نلقى عنده مزير صحه جديده هي تونس. ما شاء الله قال عندي قد ما عندي سلالات قد ما عندي مزير صحه. ما نقول الاوميكرون هذيك اول ما هبطت لتونس كلموها السلالات الاخرين من التليفون كلموها اي شنو هي؟ قالوا لها شنو هي الجو عندك في تونس؟ ولا قلت لهم الحق بتاع ربي شيء باهت الطقس باهي اما كل شيء مجمد. مجلس النواب مجمد، النواب مجمدين، رئيس مجلس النواب مجمد، هيئه مكافحه الفساد مجمده. اما قلت لهم الحاجه الباهيه في تونس ان الحكومه جابده روحها ومعامله على وعي المواطن. يعني جنه فيروسيه تحلو فيها الحياه تونس برجولي. عند الحق الاوميكرون تو حتى الكمامه ما عادش حب تلبسها العباد راه. مشيت للحجام الراجل يحجم ويحكي وكشاكش وطالع. خويا قلت له برسمك راه جات الاوميكرون بجاه ربي البس كمامه. علاه؟ قال لي كلب انا يا ودي. قلت له ليه حاشاك الكمامه زينه تحميك وتحمينا. برا قال لي زي البلاد نتاعك. قال له الكمامه زينه تحميك وتحمينا هذاك اش تعلمته؟ قال لي ما تلبس. ولذا ردوا بالكم يا الشعب التونسي ماكم تعرفوا عدد الاسره، بتعرفوا حاله السبيطارات، نسبه النمو، الوضع السياسي الاقتصادي المالي. يعني حتى كلمه اللطف عليك صعيب باش تلقى شكون يقولها لك في الوضع الحالي. ولذا ردوا بالكم مازلنا ما عاملين على وعي المواطن. شو نعملوا لكم؟ عندي صاحبي، نهضاوي ذا قال لي انا راني محصن روحي من الكورونا. كيفاش؟ قلت له ملقح؟ لا. قال لي حتى التصوير تاع عبد اللطيف المكي في مكتوبي. يا راجل قلت له حسن الحصين. اي ما قال لك طليعه نختموا بطليعه. قال لك شنو هي نقطه التشابه بين الكورونا وحركه النهضه؟ قال لك الزوز كل ما تجي تخرجهم يطلعوا لك بسلاله جديده. ورشم له شكبه.